السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My dear sister حفصة, بارك الله فيكم. إن شاء الله our course of plan for this month we will start to give a new surah called سورة الملك. إن شاء الله let's start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا, وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا, ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت, فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.